أو يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. تأتي حدة الصراع وسط تواصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق نار. المزيد مع كريم بيبرز مراسلة التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ربما كما نرى على يمين الطريق ويساره نرى المساعدات الإغاثية المختلفة من يعني أدوية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الإعاشية في انتظار الدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية. بالطبع بوابة معبر رفح المصرية مفتوحة منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة، تدخل من خلالها هذه المساعدات أو عن طريق معبر كرم أبو سالم، ولكن منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول هذه المساعدات من الجانب الفلسطيني ومن معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، مما يؤجج يعني يصعد الكارثة الإنسانية التي تحدث مع الأشقاء في قطاع غزة. هذه الشاحنات التي تقف ليست فقط على يمين الطريق ويساره في العريش ورفح، ولكن أيضا في المخازن اللوجستية في مدينة العريش وأيضا المنطقة اللوجستية في رفح أمام بوابة معبر رفح المصرية. نتحدث عن أكثر من 2000 شاحنة، نتحدث عن مئات الشاحنات الأخريات متوقفات في انتظار دخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. الأونروا تحدثت عن نزوح أكثر من 600 ألف ما يقرب من 630 ألف مواطن فلسطيني إلى الأماكن المختلفة من مدينة رفح الفلسطينية. كانت قوات الاحتلال قد وجهت بنزوح الفلسطينيين إلى أماكن آمنة، ولكنها ما زالت تستعد لي أو ما زالت تستمر في القصف المستمر على هذه الأماكن الآمنة وبشكل عام في قطاع غزة، مما يؤدي لارتفاع حصيلة الشهداء بشكل كبير إلى أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن، بجانب ما يقرب من 90 ألف مصاب من الأشقاء في قطاع غزة. أيضا المجهودات الدبلوماسية المصرية لا تتوقف في جميع الأصعدة في محاولة الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه نقطة أخرى أيضا، التصعيدات المصرية بمشاركة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في قطاع غزة، وتحديدا منذ دخول يعني مدينة رفح الفلسطينية، وهو أيضا يعني ما يؤكد يعني كذب الاحتلال دائما بأنه لن يكون هناك عملية برية في رفح، ولكن هذا ما يحدث على أرض الواقع، بالإضافة لتحركات دبلوماسية أخرى من جانب السلطة الفلسطينية والتي يعني قررت أن تذهب إلى يعني الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم في محاولة منها لوقف الدولة الإسرائيلية من المشاركة في المباريات الدولية نظرا أيضا لاتهامها بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في فلسطين. ولكن هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.